عندي بنات في زوج، في زوج كلوا نفس السحر، في زوج مرضى بالكونسير في الريكتوم، وفي زوج يشقوا، واحدة تعمل فلاش ميول. أنا صرات لي من أقرب الناس إلي. كلها كان في عمرها 10 سنين. والله مشكل عويس هو في الحقيقة السحر كاين، لأنه ذكر في القرآن الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هذا سحر وفكوا. وصراحة المجتمع الجزائري أصبح اليوم مريض بهذه الإشكالية. موضوع السحر والله العلي العظيم غير كارثة كبيرة، باسكو كاين بزاف ناس اللي وخدوهم. كاين يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم أمتي من العين والسحر، شي يقول يفرقوا بين زوج ومرأة، يفرقوا بين، يفرقك في الصحة، يفرقك في كل شيء، يشتت العائلة. ولا يفلح الساحر من حيث أتى، خويا اللي سحر ودار حاجة غير يروح يشوف كيفاش يسقمها مع ربي سبحانه، باسكو الإنسان هذا الدنيا ثانية، فاهم؟ دوك صديقهم بلا قدوة إن شاء الله ما كاشو. موضوع السحر أنا مجرباته، سحروا لي بنتي ووكلوها لي، وكلت عليهم ربي، أخرتها موت. جهنم ديريكت. السحر موذي، انسان موذيين السحر. موضوع السحر خويا انا واش نعرف، ما كاش منه كاشيات يعطونهم بالله، راه يقول لك يديها على راجلك يشربها مده 45 يوم يتنحلوا لي فيها داك، يصحى يتبدل سيدي ولي كيما كان، ما كان والو. السحر انا بالنسبه لي كاينه منه، ديجا عندي حبيبتي مسكينه صارها بلوزور فاسح، اون بلوس صارها من عند لا فامي، تسمى ماشي ناس براني، باسكو انسان براني ما يضركش. السحر ماشي مليح، لي سحر ماشي مليح، يسحر الملائكة ويسحر العباد الكبار، ماشي مليح. أنا بنتي داويناها رقينا لها، ما خلينا وين نروحوا برجمنا، داويناها الدوسيات معمرين في الخزانة وما براتناش، وحتى درنا العملية راح يمشي تسحبوا، من بعد كبرات بيا كوم يفوت طيب تخدم الشغل، من بعد ماتت. خويا وكاين واحد الموضوع فاهم، الناس ما تعرفش، تروح شغل روقات يطيح لك روقات وكذا، الناس يتبع، الناس ماذا بهم يروحوا يتبعوا اللي رقي بشرة ربي سبحانه. هذا كاين اللي يقول لك يا ودي واش راك تشوف، واش كاين، غمض عينيك كذا، ما كاش منها وما كاش، ما تقدرش تعرف شكون اللي سحرك. خاطرش علاش الرسول عليه السلام وسحروه؟ نعمل بيان سور، نعمل بصح ربي كاين والحفره كاينه، واللي دار حاجه يخلص عند ربي. كاين عباد نعرفهم رجعوا مهابل، واش نقول؟ الله يهدي ما خلق هاد العباد، والله غير كارثه، الناس كامل ولات مدبدبه من هاد السحور، والناس ربي يهديها تدير مشاكل بعضها وتفرق بين الاسر وتفرق بين العائلات وتفرق لامور حسد، لامور جالوزي، انسان يشوف واحد خير منه ولا كذا، عوض انه يطلب ربي ان شاء الله يلحقه يعود كيف وكذا، يولي يخلط له ويدير له حوايج كيما هذه. السحر انا نمن بيه أخطر جوزت هذا السحر، عندي بنات في زوج، في زوج كلوا نفس السحر، في زوج مرضى بالكونسير في الريكتوم، وفي زوج يشقوا، واحدة تعمل فلاش ميول. أنا صرات لي من أقرب الناس إلي، حتى خلاص عشت في مرحلة لا حول ولا قوة، وما نسمحش اللي آذاني. يلحق من البغض، من الحسد، من يحسدوك على ضحكة صغير هكذا تبسم بك هكذا يحسدوك عليها، صغيان عباد كما يقولوا نفوس مريضة. والله ما سبب التعغيرة، أنا هما بناتي تامة وربيتهم، واحدة ذيك اللي لبسها القرونة هذيك ممرضة، والأخرى تخدم بيولوجي، هذه سبب بركة غيرة وخنا، ما كان حتى والو، ما عندنا والو. دوك نعطيك كموسة تاع شعر، الشعر ما يخلاش، ما يموتش، تشربو تاكلو ولا تشربو صاديبو مع ماكلة، يبقى لك في ليستوما، واش يصرى؟ ليستوما تاعك تقعد كل يوم تنضر تتعوج يتنفخ الكول والدنيا هذي، تروح للطبيب يقولك ما بيك والو، منين هادية؟ قال بها مريضة وي، أنا بنتي خدعوني في بنتي يا بابا العرب. خدعوني العرب وليدي في بنتي، ماش تقول
تصيبو يصلي، تصيبو يروح للجامع، ما حتى صلاه ما في الجوامع، ويتوضا ويهضروا بربي والدين، وتصيبها تزور في المقابر كما يقولوا عابده القبور، لا حول ولا قوه. كاين انا شخصيا نعرفهم يظلوا يطوفوا في المقابر عابده القبور لا حول ولا قوه. المشركين اللي ما يصلوش، ما يعرفوا ربي، ما يخافوا الموت، ما يخافوا حتى حاجه، هذوك هما. ربي يحفظك يما، ميرسي بو. هذا كاين الناس موذيين، كاين الناس موذيين ما يخافوش رب العالمين يذو الناس. كاين شحال عدت يعني في كل مناطق، ماشي نقولوا حاجه، كاين اذوا حتى يقدروا يديروا حاجه، اللي يقدر ما يتزوجش يعيبوه، يقدر يكرهوه في الاهل، يقدروا يديروا فتنه. ماشي نورمال، هذه الغيره بهم، هذه الغيره بهم، الغيره كي تشوفك لابس زين وتاكل مليح وتمشي مليح، هذيك هي اللي يذو بنادم، واللي يذو بنادم ينهارو. ما تقولش ما تقولش يعني يسلك، والله ما يسلك. انا راني مهبوله من بنتي. هذاك يقول لك يا ودي فلان سحرك وفلانه سحراتك، والاخر والاخر يركب له التوسويس يفرق دار، يجي يرقي له حفصه، يجي يدير حفصه مليحه، يعشي يفرق بين الخاوه، الاخر يقول له مرت خوك، الاخر سرقوا لك، داروا لك، داروا في الحاجه الفلانيه، ما تقدرش تعرف، ربي سبحانه اللي يعلم. تقدر دير الامور باش تادي انسان، شغل تادي باسكو تكرهه، باسكو ما تحبلوش الخير، باسكو تغير منه، صافي. كل واحد عنده لوبجيكتيف علاش يدير هذيك الحاجه. وشوفوا حتى بعض الشباب كيروحوا مثلا يديروا حملات تنظيف على مستوى المقابر، يلقوا كتب ويلقوا حوايج من هذا النوع هذا، اللي صدر تاثر على الناس. حتى في بعض الناس لقوا الصور تاعهم ولقوا هذه، ومن بعد كي نحاوهم رجعوا الناس لبعضهم، حتى بعض العائلات تفرقت من خلال هذا هذا السحر هذا الملعون. انا ما عندي حتى ضريت واحد، نقول هذاك الانسان ضريته يخلف هالي، ما ضريت حتى واحد، والشهد علي رب، انا حجبة ربي ومشبك الراس، والله هو اللي يعلم بي وش حياتي وش حياتي بناتي، والحطمنا حسبي الله ونعم الوكيل. بس عبك كي تدخل في كي تكون مسحور، تدخل في واحد العالم، عالم اونتي غير روحاني، تولي صبابا كامل. عاش، وكاينين اللي الناس عندهم الحكمه نتاعهم ينحوه، صح فعلا وثيبه باش ينحوه. والانسان يعرف عند من يروح، عند من يرقي، عند من عند لا يكون عند شيخ، يمشي على اهل السنه، فاهم؟ اهل السنه ماشي كاش هذوك راك تعرفت كاين اللي يخدم بدراهم، دوك راهم لابلي بارك دراهم. يا الرقية يا تيزانة، كنت لاباس بها بنتي، بي طحت عليها نهار واحد انشربت وجهها. قالوا ما فما طب، قالوا ما عندها والو في زناليز، ما عندها والو، وكلوها كان في عمرها 10 سنين وكلوها لي، وما يخافوش براعة. واش دارت لهم الغيرة؟ واش دارت لهم طفلة صغيرة ما دارت والو في الدنيا هذه باش تخلص هكايا؟ بصح مانيش ابتلاء تاع ربي، والله انا بالقدره تاع ربي سبحانه، وما اكثر ما اكثر ما نكذبش عليك الناس، يعني بالمعاونه تاع الشعب الحق. يعالج روحو برقيه، ما كاش كيما رقيه. ديجا دوكا يا رقيه ديجا نخافوها، باسكو كاين ديجا عباد يقول لك نرقو لك ويا مشعوذه، ماشي رقيه. جوزت مرحلة صعيبة بزاف، وباش دعوة الخير هي اللي سلكتني، الحمد لله ربي، والرقية الشرعية هي اللي سلكتني أكيد، الرقية والحجامة، درت الحجامة، حجامة تاني مليحة، والرقية الشرعية تاني ساعدتني بزاف. أنا نعاني معاها، أنا من رقية ولا غير جبت لها من كل بلاصة، جبت لها راقي، وإن شاء الله في يد ربي غير الخير. أنا شفناهم وشفنا واش خسروا ناس. دوك انت كي تفرق بين زوج، زعما واش زعما الموفي تاعك وشنو؟ زعما ربي سبحانه وحياتك واحد اخر، ولا ربي يهدينا هذا ما كان. نقول لهم الله يهديهم، يبطلوا من هذه السحورات، وماشي دوك راهم يمشوا غاويتهم الدنيا، راهم يمشوا النهار يقبضوا من ذاك الغار، ما بعد يشوفوا نهار. نطلبوا الناس انها تتوحد بالله ربي سبحانه. وش راح نقول لك انا اخويا؟ الله يهدينا، فاهم؟ الله يهدينا والله يهديهم، وبسك حاجه كبيره، فاهم؟ ويا راهي الشرك،